قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني حتى الأذكار دي الإنسان بيشوفها بسيطة، الرسول عليه الصلاة والسلام دل الأمة عليها وهي ما بسيطة، عظيمة عند الله تعالى. الفائدة الثانية فضل الذكر، فضل الذكر، وأن من فضله أنه سبب لدخول الجنة كما في هذا الحديث، لأنه ده ذكر لمن تقول وتعمل، من تقول الذكر ده سبب لدخول الجنة، لأنه زول عنده نخلة في الجنة معناه شنو؟ معناه بيدخل الجنة، وإلا وعنده نخلة في الجنة كيف يكون خالد في النار؟ فلا بد يجي يوم يدخل شنو؟ الجنة. عشان كده قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لذلك جاء في سنن أبي داود والحديث ثابت أيضا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ومن أفضل العبادات، أو قال أفضل العبادات الذكر والشكر في الفتاوى، قال لأن الله تعالى قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذول يكون ذاكر وشاكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، وطوال بعد قال أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت طوالي تذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماشي في الشارع، راكب في العربية، في المواصلات، في البيت قاعد، قمت بالليل بالنهار، أنت تكثر تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن العبد يدخل الجنة برحمة الله كما في صحيح مسلم، ولكن العمل سبب لهذه الرحمة، لأنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر من تأمله وجد فيه العقيدة الصحيحة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص. أنت لما تقول سبحان الله معناه أنت نزهت الله، وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. صفات النقص كالظلم، وصفات النقص كالعجز وكالضعف و إلى آخره من الصفات، وكالبخل. فالله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فلما تقول سبحان الله معناه الله منزه عن أي صفة نقص. واحد، العظيم المتصف بالعظمة، الله عظيم سبحانه وتعالى، ما تعظم غيره تعظيم العبادة وتدي غيره صفة هو يتصف بها سبحانه وتعالى. تعظم الله جل في علاه، ما تعظم غيره. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإياي فارهبون تقديم المعمول على العامل، ما قال فارهبوا إياي، ما قال فارهبوا إياي، وإنما قال فإياي فارهبون، يعني ده حصر. أنت ترهب الله سبحانه وتعالى، تخاف الله،
تعظم الله دار تحلف تحلف بالله الغيب بيعلم الله ما تحلف به شيخ ولا تحلف به ولي ولا تحلف بالآباء والأبناء ولا تقول وحات النبي ولا تقول وحات الزاد ولا تقول وحات البيني وبينك وكذا وكذا ما بجوز في الشريعة. حديث حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولا تقول غير الله يعلم الغيب تدي صفة من صفات الله تعالى. الرائحة امشوا للفكيه الشيخ شوف لنا الغنماية راحت وين والذهب راح شوفوا لنا وين والشنو سرقوه شوفوا لنا وين ما بيعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول لك يا مولانا الزل صالح والزل عنده بصيرة والزل عنده كذا أصلحه ولا الملائكة؟ مش أصلح الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أسماء الأشياء. في تفسير ابن كثير يعني ده جبل ودي شجرة وده بحر وده نهر وده كذا وده كذا وده سحاب إلى آخره. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا القالوا ذيل الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالغيب بيعلمه الله سبحانه وتعالى ما يغش الناس الجماعة ولا نحن بنعرف الرائحة ومن هنا بنشوف الحاجة وين وإلى آخره ده كله دجل وكذب على الأمة وكفر بالله تعالى. ولا يعتر يقول يا فلان الحقنا ماذا عظم البشر تناديه يا فلان الحقنا ويا فلان أفزع النساوين العربية دارت تنقلب طوالي تنادي الشيوخ يا شيخ فلان ويا شيخ علان. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا يعلق حجاب يقولوا ده بتاع سكين ولا ده بتاع كذا ولا يعلق كمون للطفل اللي بيحفظ الله. الناس تعظم الله وتعلم أن الذي يحفظ هو الله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما في حجاب سكين ولا في حجاب عقرب في الدين ده كله ولا في حجاب ما بعرف حجاب بتاع رزق وحجاب الرزق من الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فيا جماعة الزول لما نقول سبحان الله نزه الله عن النقائص فالله تعالى منزه عن النقائص. العظيم متصف بالعظمة سبحانه وتعالى. وبحمده وصف لله تعالى بصفات الكمال. سبحان الله تنزيه. الحمد لله وصف لله بصفات الكمال. نزهت عن الظلم متصف بالعدل سبحانه وتعالى. نزهت عن البخل متصف بالكرم سبحانه وتعالى. نزهته عن الجهل والنسيان متصف بالعلم سبحانه وتعالى. وهكذا تصف الله بصفات الكمال وتحمده وتثني عليه بأنه أنعم عليك وأنعم على العباد سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فزول كتر من الذكر ده بعدين نلقى الأجر العظيم عند الله. سبحان الله العظيم وبحمده. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا.